نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. وزير التعليم العالي صالح الفاخري يقول أن تقرير ديوان المحاسبة لم يكن خاصا بديوان الوزارة، ويؤكد بأن ما تحانيه البعثات الدراسية سببها القرارات العشوائية. صحيفة العرب تقول أن مارتن كوبلر هو المسؤول عن الخلافات بين المجلس الرئاسي المقترح والبرلمان المنحلف في تبرق، والأخير يتوقع عبور 100,000 مهاجر من ليبيا نحو أوروبا هذا العام. رابطة أهالي بنغازي المهجرين تستغرب من الحكومة المقترحة عدم بدئها بخطوات فعلية في بنغازي، وشورى المدينة يحقق تقدما في المحور الغربي. أهلا بكم. قال وزير التعليم العالي صالح الفاخري في لقاء خاص على قناة التناصح إن تقرير ديوان المحاسبة لم يكن خاصا بديوان الوزارة، بل هو شامل لجميع القطاعات والمؤسسات التابعة لها، وغالب هذه المؤسسات لها ذمتها المالية الخاصة بها. هو التقرير في كان شاملا لجميع المؤسسات التي تتبع وزارة التعليم العالي، يعني ليس لا يخص ديوان الوزارة فقط، وإنما يخص مؤسسات أو كل المؤسسات التي تندرج تحت التعليم العالي. ومؤسسات التعليم العالي أكثرها هي مؤسسات لها ذمتها المالية وشخصيتها الاعتبارية. وبالتأكيد ما دام في هذا يعني هذا الكم من المؤسسات التي لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية، بالتأكيد سيكون فيها ما فيها من المشاكل ومن التجاوزات. وأضاف الفاخري أن ما تعانيه البعثات الدراسية من مشاكل سببها القرارات العشوائية التي اتخذت بسبب مخالفة القوانين واللوائح التي تنظم البعثات الدراسية. ما تعانيه البعثات من مشاكل هو بسبب هذه القرارات العشوائية التي اتخذت، وبسبب مخالفة القوانين واللوائح التي تنظم البعثات الدراسية. في الأساس القانون التعليم البعثات الدراسية هو البعثات الدراسية تكون للمعيدين وأساتذة الجامعات، وهذا هو الذي نحن مسؤولون عنه. اللي حصل الآن كل المؤسسات وكل الجهات وكل المواطنين يتقدمون بطلبات ويتصدر لهم قرارات إفاد. نشرت صحيفة العرب التي تصدر في لندن أن خلافات حادة نشبت بين المجلس الرئاسي المقترح ومجلس النواب المنحل بتبرق. الصحيفة اعتبرت أن تصاعد هذه الخلافات التي وصفتها بالحادة هو انعكاس على دور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذي وجد نفسه ممزقا بين حكومتين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق حسب ما نشرته الصحيفة. وذكرت الصحيفة أنه بعد رفض كوبلر لتصدير النفط من قبل حكومة اثني، وجهت له انتقادات حادة من قبل رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح، الذي اعتبره غير ملتزم بوظيفته حسب ما نشرته الصحيفة. توقع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عبور ما لا يقل عن 100,000 مهاجر غير شرعي نحو الشواطئ الأوروبية من خلال ليبيا العام الجاري. كوبلر قال في حديث لصحيفة فيلد موزتاج الألمانية أنه لم يعد ممكنا تغيير حقيقة أنه سيأتي إلى أوروبا المزيد من المهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا هذا العام، طالما أنه ليس هناك حكومة فاعلة. واعتبر كوبلر أن عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة مهربي البشر لا تعد حلا، بل إنها أصبحت عاملا جاذبا للمهاجرين، لأنهم يدركون أن سفن الاتحاد ستقوم بإنقاذهم. قال المتحدث باسم رابطة أهالي بنغازي المهجرين أن الرابطة تستهجن وتستغرب من الحكومة المقترحة عدم بدئها بخطوات فعلية لإيقاف نزيف الدم في بنغازي وآلة الدمار التي يقودها مجرم الحرب حفتر منذ عامين، وأكد أنها لا ترحب بمن كان سببا للخراب والدمار والمحرض على هتك الأعراض والذي يرسخ لعودة النظام السابق من جديد. وأضاف المتحدث باسم الرابطة أن الرابطة تبارك ثبوت الثوار في مدينة بنغازي ضد مجرم الحرب خليفة حفتر. يذكر أن الرابطة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية التامة لما يحدث في المدينة من تهجير وتشريد وخراب ودمار.
قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي الاثنين ان قوات المجلس حققت تقدما كبيرا في محوري الجوارشة وقريونس غربي مدينة بنغازي. المصدر قال ان مدفعية المجلس استهدفت نقاطا وتمركزات تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر في محيط معسكر 21 ساهقة، مضيفا ان عدد قتلى قوات ما يحرف بالكرامة وصل 11 قتيلا وعشرات الجرحى. يذكر أن مجلس شورى ثوار بنغازي قال أن قواته لا زالت تسيطر على محور الجوارشة وشارع الشجر، مضيفا أن من بين القتلى قائد محور تابع لما يعرف بعملية الكرامة يحمل رتبة عقيد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد عيسى أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي. بداية سيد عيسى، ما هي آخر المستجدات في المدينة؟ والله يا أخي هناك المستجدات في هذا اليوم والبارحة أن العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال مجلس شورى ثوار بنغازي مستمرة صباحا ومساء، ولديهم العديد من القتلى والعديد من الجرحى، وكذلك لديهم أسرى. كذلك مدفعية مجلس شورى الثوار تقوم بقصف سكناتهم ومقراتهم وتقصف أيضا تجمعاتهم، وهناك تقهقر كبير لهم في هذا اليوم. نعم، ما هي آخر الإحصائيات للخسائر الأولية لمجرم الحرب حفتر؟ بالنسبة لهذا اليوم يفوق الأحد عشر قتيلا ويفوق العشرين جريح وأربع أسرى لهذا اليوم. أما ما أريد قوله أن لا يوجد دعم لأهالي بنغازي ولا يوجد دعم حقيقي لثوار مدينة بنغازي، ولا يوجد أيضا دعم لجرحى ثوار مدينة بنغازي الذين هم يقارعون الأزلام ويقارعون مجرم الحرب نيابة عن ليبيا كاملة. سيد عيسى، هناك طيران يحوم فوق تمركزات الثوار في مدينة بنغازي، يعني ما تعليقك حول هذا الموضوع ولمن تتبع هذه الطائرات برأيك؟ هناك طيران لحفتر، ولكن هناك بعض الطائرات تقوم بالتجسس، لا نعلم أي مصدرها ولا نعلم تبعيتها لأي دولة. أما لطيران حفتر أريد أن أقول عندما يخرج الطيران ويقوم بالهبوط وبالنزول وبالقصف العشوائي وتدمير بيوت الآمنين، فمعنى هذا أنه يقوم بعملية تغطية وعملية إيحاء لمن يشجعونه بأنه منتصر، بينما هو على الأرض منهزم. لا زالت حرب الاستنزاف الآن للثوار يعني تؤدي غرضها وحالته جيدة جدا. حرب الاستنزاف بالنسبة لهم يوميا عشرات القتلى، عشرات الجرحى، عشرات الآليات تدمر، عشرات يعني لدينا الكثير من الأسرى، وبإذن الله بإذن الله لا تكون إلا أيام قليلة من ثم تكون عملية التحرير بإذن الله تعالى. مقاتل مجلس شورى ثوار بنغازي محمد عيسى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دعا مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها في بيان لهم الأحد، دعا المواطنين لإزالة آثار القصف والمعارك التي شهدتها المدينة مؤخرا بعد تحريرها من ما يعرف بتنظيم الدولة. المجلس ثمن دور شركة الخدمة العامة وجمعيات سيد الشهداء وأبو بكر الصديق وشباب المدينة على ما قاموا به في خدمة للمدينة أثناء الحرب. ودعا المجلس الليبيين إلى إفشاء السلام والمحبة ونبذ الكراهية والعنف والبدء في مرحلة جديدة يحوم فيها الأمن والأمانة. يذكر أن مجلس شورى ثوار درنا دعا في وقت سابق الشركات وأصحاب التجار إلى البدء في إعمار المدينة بعد طرد ما يعرف بتنظيم الدولة منها. أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة حملة إعلامية بعنوان أنا صحفي أنا مسؤول بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
الحملة تستمر لعدة أيام وتأتي للتأكيد على قيم الصحافة الأخلاقية المتمثلة في الموضوعية والنزاهة المهنية، وتنبذ خطاب الكراهية والعنف وتلتزم بالمعايير المهنية السامية، وتستهدف نحو 500 صحفي ليبي من خلال نشر مواد إعلامية توعوية عبر المنصات الإعلانية، بالإضافة لعقد مؤتمر واسع لبحث واقع الحريات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية. أقامت الأسر النازحة من مدينة أوباري إلى سوكنا بمنطقة الجفرة السبت احتفالية وداع بمناسبة قرب عودتهم إلى أوباري عقب عودة الحياة إلى المدينة. وقام النازحون بتكريم عدد من الجهات الحكومية ببلدية الجفرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات التي قدمت لهم يد العون خلال فترة إقامتهم بسوكنا. اذكروا ان منطقة اوباري عانت اقتتالا بين مكوني تبو والتوارق انتهى بوساطة من قبيلة الحصاونة وتمكين قوة محايدة لاقرار الامن والسلم الاجتماعي في البلدية. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد إن طائرات بدون طيار تنفذ عمليات استطلاعية فوق الأراضي الليبية لجمع معلومات تمهيدا لعملية عسكرية محتملة في ليبيا. دانفورد أوضح في جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن العمليات الاستطلاعية جاءت تنفيذا لقرار وزارة الدفاع الذي اتخذته منذ شهر لتعزيز مصادر قواتها في أفريقيا. يشار إلى أن دانفورد صرح لوكالة أسوشيتد بريس أن القرار يسمح للبنتاغون بنقل طائرات بدون طيار إلى ليبيا استعدادا لشن ضربات جوية في حالة إقرارها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. أعلن خفر السواحل الإيطالية السبت عن إنقاذ حوالي 26 مهاجرا غير شرعي من قبل سفينة تجارية إيطالية قبالة السواحل الليبية. خفر السواحل أوضح أنه استقبل نداء من هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وبتتبع الإشارة تم تحويل السفينة الإيطالية إلى الموقع الذي يبعد بحوالي 7 أميال عن الساحل الليبي، حيث تم إنقاذ 26 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي. يذكر أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ 371 مهاجرا خلال شهر إبريل الماضي. قال مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية مسعود المبروك إن قيمة المبيعات عبر البطاقات الإلكترونية وصل بنهاية إبريل الماضي إلى 1,000,000 دينار ليبي. المبروك أضاف أن قيمة الزيادة في المبيعات وصلت نسبتها إلى 439% بعد 11,288 عملية، موضحا أن إدارة التسويق قامت بتركيب 176 آلة في هذه الفترة. المبروك أوضح أن فريق التسويق شرع لترويج الخدمة وفق خطة جديدة تعتمد على تلبية حاجات ورغبات الزبائن في شهر رمضان المبارك، مشيرا أن ذلك سيكون من خلال التركيز على محلات بيع الخضار واللحوم والمواد الغذائية ولتسهيل عمليات الشراء عن طريق الاقتصاد الرقمي عوضا عن الكاش. وإلى زليطن، حيث أعلن مكتب الشؤون الاجتماعية بمدينة زليطن أنه أحصى قرابة 400 أسرة نازحة من مدينة سرت إلى زليطن خلال الفترة الماضية. وقال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية محمد عريبي في تصريح لأجواء نت أن أغلب النازحين أقاموا مع أقاربهم بالمدينة، فيما تدبر البعض الآخر أمر السكن على حسابهم الخاص. وأشار عريبي إلى أن المكتب لم يعد يمد النازحين بالإعانات منذ شهر مارس الماضي نظرا لعدم قدرته على ذلك، مبينا أن المكتب تواصل مع الصليب الأحمر ومؤسسة الطاهر الزاوي لتقديم المساعدات للنازحين وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد عريبي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية زليطن. بداية سيد عريبي، ما هي التدابير الأولية المتخذة من قبلكم تجاه النازحين من مدينة سرت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أخي الكريم والفريق المصاحب ليك. طبعا احنا بالنسبة للشؤون الاجتماعية مدينة زليطن
استقبلت فيما مضى يعني اكثر من 1400 اجره ناجحه من مختلف المناطق، من مدينه بنغازي ومدينه اوداري ومدينه الكفره ومنشرت وحتى من منطقه الشفانه ما زالوا موجودين لحد الان. طبعا نحن وفرنا لهم السلع التموينيه الاساسيه وحفاظات الاطفال والاغذيه والمفروشات. طبعا هذا كله كان بدعم من وزاره الشؤون الاجتماعيه في البدايه ومن مجلس البلد الزيتون والتعاون مع بعض الجمعيات الخيريه وخاصه مؤسسه اليسر الخيريه بالزيتون ومؤسسه الشيخ الطاهر الزاوي مشغولين على مجهودات صراحه. لكن طبعا احنا كنا نقدم سلة غذائيه متكامله اسبوعيا، ثم كل اسبوعين ولا ثم مره في الشهر، ولكن الان اللجنه عجزت عن تقديم اي معونات للنازحين نظرا لعدد نفاذ المخزون من مخزن اللجنه. خطبنا نحن طبعا وزاره الشؤون الاجتماعيه وخطبنا المجلس البلدي، والان في تواصل مع هيئه الصيد الاحمر الدولي لتوفير سله غذائيه بمناسبه خروج شهر رمضان. طبعا نحن النازحين نقوم بتسجيلهم في منظومه خاصه باللجنه، وفي تواصل مع قطاع التعليم لدمج ابنائهم بالمدارس واستقبالهم، وكذلك مع قطاع الصحه. طبعا قمنا بتسكين عدد من العائلات، وطبعا هذا كان كله من تبرعات من اهل الخير ومن رجال الاعمال بالمدينه، ولكن الان عجزنا عن تقديم اي معونات اخرى نظرا ل يعني عدم توفر السيول وعدم توفر الميزانيه في غياب الدوله زي ما انتم عارفين. نعم. ولكن نحن نطالب اي جهه الجهات المعنيه بهذا الكلام انها تقدم الدعم، لان عدد النازحين في تزايد مستمر، ووصل عدد النازحين سته الان اكثر من 400 اسره، وحوالي 500 اسره من مدينه بنغازي ما زالوا موجودين في مدينه الزيتون، يعني نعم سيد عربي 900 اسره، نعم. يعني برايك هل تتوقعون ازدياد هذه الاحصائيه التي قدمتموها؟ نتوقع زياده، يعني زياده كبيره بصراحه، لان عند اليوم عندنا اليوم حوالي 20 اسره نازحه تم تسجيلهم. وحسب اخبار الاخوه النازحين ان في اسر يعني جايين وراهم في طريقهم الصوت يعني لما ينزل. ونسال الله ان يعين العباد والبلاد على هذه الازمه والمحنه. يعني اخيرا سيد عريبي، هل هناك تجاوب من قبل الاهالي في بلديه زليطن من اجل ايجاد مساكن او ماوى للنازحين من مدينه سرت؟ يعني صراحه سكان المدينه يعني ما بخلوش بتقديم المعونه وتقديم بيوتهم، لان كان البدايه في نزوح فجر ليبيا من مدينه طرابلس ومدينه شفانه، الكثير قدموا منازلهم واستراحاتهم الزايده عليهم، ولكن الان في تعاون بسيط، يعني في تعاون دعم مادي ودعم بالسلع التموينيه من سكان المدينه، ولكن احنا تعاوننا جزء بسيط مع قطاع الصحه ومصنع اسمنت الزيت المشكورين في تقديم بعض المساكن، ولكن الان نحن عاجزين. انت عارف الازمه اللي مر بها حتى سكان المدينه، الان في ازمه في السكن في المدينه داخل المدينه. نعم. وفي ازمه في ناحيه السيوله ومن ناحيه غلاء الاسعار، فالناس يعني الدعم اصبح نقص، ما نجيبش دعم، في دعم ولكن بسيط. نعم محمد عريبي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية زليطن كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونبقى في زليطن، حيث اختتم في مدينة زليطن اليوم التدريبي لبطولة الذاكرة والتي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالبلدية تحت شعار اليوم نتدرب غدا نتطور. الصفحة الرسمية للبلدية ذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن اليوم التدريبي أقيم بمدرج المعهد العالمي أو المعهد العالي عفوا للمهن الهندسية وبمشاركة واسعة من المهتمين. وحسب إدارة الموارد البشرية بالبلدية فإن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار السعي لتكوين فريق متفوق في هذه المهارة للمشاركة التي تنظم بالخصوص. وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص بلدية زليطن على تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية. أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لموسم الحج لهذا العام صبري الفرجاني أن قرعة الحج في بلدية طرابلس الكبرى ستتم بطريقة إلكترونية وستبث مباشرة عبر القنوات الفضائية المحلية. أما بقية المدن فستتم القرعة فيها بالطريقة التقليدية من خلال المساجد ومقرات البلديات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة طالبت السادة المواطنين ممن قاموا بالتسجيل في قرعة الحج لهذا العام بالاتصال بالمنسقين لمعرفة أماكن إجراء القرعة والاستفسار عن كل ما يتعلق بإجراءات موسم الحج.
أصدر المجلس البلدي غريان التقرير السنوي للعام الماضي 2015 والذي تضمن عددا من الأرقام والإحصائيات لأعداد من المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها وأخرى تم حصرها خلال العام المنصرم. المجلس البلدي ذكر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استعرض بمقر المجلس كافة النقاط والأعمال التي تم إنجازها في كافة المجالات. وأكد المجلس بأنه عمل طيلة السنة الماضية على إنجاز العديد من المشاريع، حيث تم حصر أكثر من 350 مشروعا تنمويا سبق التعاقد عليها ومقدرة قيمتها بما يزيد عن المليار دينار ليبي، جاهزة للتنفيذ بعد استقرار البلاد وتوفر الميزانيات بحسب ما ذكر المجلس البلدي. وفي غريان أيضا، حيث افتتح ببلدية غريان الاثنين معرض للرسم وللخط العربي تستمر فعالياته لمدة أسبوع. وتضمنت فعاليات المعرض الذي أقيم بمدرسة أولاد جماعة ثانوية التابعة لمكتب خدمات تعليم القواسم العديد من الفقرات المتنوعة المصاحبة طيلة أيام المعرض. وأفاد مدير مكتب النشاط المدرسي ببلدية المدينة بأن هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي ينظم على مستوى البلدية. وحضر افتتاح فعاليات المعرض أعضاء من المجلس البلدي غريان وعدد من أعضاء مجلس شورى المدينة ومسؤول التربية والتعليم بغريان وعدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي. افتتح ببلدية تاجوراء الاثنين المعرض الفني للمبدع الصغير الذي أقيم بمدرسة تاجوراء الشعبية، وتستمر فعاليات هذا المعرض لمدة 4 أيام. وقالت مديرة المدرسة بأن هذا المعرض أتى متزامنا مع افتتاح معرض الكتاب بالمدرسة. وحضر افتتاح فعاليات المعرض أعضاء من مكتب تعليم تاجوراء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأيضا المهتمين بالشأن الفني والثقافي. أقام مكتب التدريب والتطوير بشؤون التربية والتعليم بمدينة تاجوراء دورة لصيانة الحاسب الآلي والبرمجيات والشبكات لمعلمي تاجوراء بمدرسة تاجوراء الشعبية. وقال إبراهيم عثمان عضو مكتب التطوير والتدريب إن الدورة التي تستهدف معلمي تاجوراء ستستمر لمدة أسبوعين، مؤكدا أن المعلم بعدها سيكون قادرا على حل بعض المشكلات البسيطة داخل معمله. يشار إلى أن مكتب التدريب والتطوير قام بعدة نشاطات خاصة بمعلمي تاجوراء طيلة العام الحالي والأعوام التي قبله. وإلى مدينة الخمس، حيث أقامت مؤسسة أعمال بلا حدود الخيرية بمدينة الخمس الأحد بالتعاون مع اتحاد الطلبة بكلية التقنية الطبية بمدينة مسلاتة حملة توعوية للوقاية من مرض السرطان تحت شعار فلنرتقي معا لرفع المستوى الصحي في ليبيا. ويتضمن برنامج الحملة التي تستهدف طلاب المدارس الثانوية بنين وبنات بمدينة الخمس إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات التوعوية للطلاب، وتتناول التعريف بالمرض وأعراضه والاكتشاف المبكر للمرض من خلال الفحوصات الطبية وطرق الوقاية منها. ويشارك في إلقاء هذه المحاضرات عدد من المختصين والمهتمين بهذا الشأن. أقام قسم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية التابع للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين افتتاح فعاليات مسابقة القرآن الكريم في مسجد باقي في منطقة بن عاشور. المسابقة 25 للذكور والعاشرة للإناث لحفظ القرآن الكريم نظمت على مستوى هيئة أوقاف طرابلس والتي تنتظم في حفظ القرآن الكريم كاملا. وألقى رئيس قسم القرآن والسنة كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين ورعاة الحفل وبحضور عدد من مسؤولي هيئة الأوقاف وقسم القرآن الكريم واللجنة الإدارية بالمسجد. صعد ذهب الاثنين إلى أعلى مستوى له خلال 15 شهرا مقتربا من مستوى 1300 دولار للأوقية بدعم من تراجع جديد للدولار.
حيث أغلقت العديد من الأسواق الآسيوية وسوق لندن الاثنين بسبب عطلات وطنية، مما ثبت القوة الدافعة للمعدن النفيس الذي حقق الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع فبراير، مرتفعا بأكثر من 5%. تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الاثنين بعد أن فاق تأثير زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط على عناصر داعمة لسعر النفط الخام. شملت تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وهبوطا شهده سعر الدولار مؤخرا، وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 47 دولارا وخمسة سنتات للبرميل بتراجع 32 سنتا. وهبط سعر الخام الأمريكي 28 سنتا مسجلا 45 دولارا و60 سنتا للبرميل. قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الأحد إن أسعار النفط ربما تكون قد وصلت لأدنى مستوياتها، ولكن ذلك مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي بحيث لا يكون عبثا. وكان خام برنت قد سجل الجمعة أعلى مستوى له في عام 2016، حيث بلغ 48 دولارا و50 سنتا للبرميل بفضل التفاؤل بانحسار التخمة العالمية، وتضافر ذلك مع ضعف الدولار الذي ساهم في صعود أسعار العقود الآجلة للخام أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ أن هوت لأقل مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل في الربع الأول من السنة الحالية. Most offshore rigs can only... وإلى سوريا، حيث شن طيران نظام الأسد غارات على مناطق في دير الزور وحلب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء. شبكة سوريا التابعة للمعارضة قالت إن 20 قتيلا سقطوا وأصيب آخرون من بينهم نساء وأطفال في قصف الطيران الحربي على قرية الجيحة بدير الزور. وأكدت الشبكة السورية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نتيجة وجود إصابات خطرة في صفوف الجرحى المدنيين. يشار إلى أن الطائرة الحربية الروسية وطائرات نظام الأسد استهدفت مناطق عدة في مدينة حلب ودير الزور بأكثر من 15 غارة جوية. أشهد أن لا إله إلا الله. سيل المايك، سيل المايك. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. وزير التعليم العالي صالح الفاخري يقول إن تقرير ديوان المحاسبة لم يكن خاصا بديوان الوزارة، ويؤكد بأن ما تعانيه البعثات الدراسية سببها القرارات العشوائية. صحيفة العربة تقول إن مارتن كوبلر هو المسؤول عن الخلافات بين المجلس الرئاسي المقترح والبرلمان المنحل، والأخير يتوقع عبور 100,000 مهاجر من ليبيا نحو أوروبا في هذا العام. رابطة أهالي بنغازي والمهجرين تستغرب من الحكومة المقترحة عدم بدئها بخطوات فعلية في بنغازي، وشهر المدينة يحقق تقدما في المحور الغربي. ختام نشرة السابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.